itself, like for example eco cancellation. هسه لحد هنا احنا خلصنا من البي اس اس اللي هي كنا متكونه من البي اس بي اس سي اللي هي تمثل الكنترول للبي اس اس والبي تي اس والترانسكودينج اللي هو قلنا يسوي ادابتيشن بنظامين مختلفات اللي هي الوايرلس والواير سيستم، كل نظام الى السرعه الخاصه به الى الباند الخاصه به والكونيك سكيم الخاصه به. هسه نجي للان اس اس او النتورك سويتشنج سب سيستم. الكي إليمنت أوف NSS مثل ما تشوفون هو متكون من الموبايل سويتشنج سنتر MSC with visitor location register. يعني with visitor location register. بعدين راح نشوف إنه PLMN هي متكونة من أكثر من MSC. ففي حال انتقال الموبايل بعدين راح نشوف المحاضرات القادمة إنه من ينتقل المشترك ما بين MSC فلازم يحدث موقعه. لأن بالنظام فكل MSC إلى VLR اللي هي سواء Visitor Location Register فحتكون بانتقال MSC إلى الموبايل ستيشن MSC فراح يخزن المعلومات بشكل مؤقت بال VLR، وعند خروجه من الـ MSC راح تمسح المعلومات. فبشكل عام الـ MSC تجوي الـ VLR، لأن الـ VLR ممكن وجود أكثر من VLR بالشبكة، لكن ال HLR الهوم لوكيشن ريجستر هي وحده بالشبكه. طبعا راح نشوفهم بالسلايد القادمه راح نشرح عنهم. فالهوم لوكيشن ريجستر والاوثنتيكيشن سنتر ايضا راح نشرح على الاوثنتيكيشن سنتر ونشوف ليش ال HLR هم تجي مرتبطه عملها بالاوثنتيكيشن سنتر. والاكوبمنت ايدنتيتي ريجستر اللي احنا شرحنا عنها بالمحاضرات السابقه، قلنا اللي هي من خلالها راح يتم التعرف على IMEI اللي هي International Biometric Identity والGateway MSC اللي من خلالها راح يتم الاتصال مع الشبكات الأخرى. هاي الأجزاء الشبكة هي اتصالها أو لغة أو البروتوكول المشتغل بها هو SS7 Network Signaling System SS7 اللي هو راح يسوي Routing Information Signaling Information مواصلة شبكة، لأن هي لغة الاتصال ما بين مكونات الشبكة هو بروتوكول أو لغة الـ SS7 Network. زين الموبايل سويتشنج سنتر أو الـ MSC. الموبايل سيرفينج سويتشنج سنتر MSC coordinate the setting up of call to and from GSM user. إذن راح تنسق الاتصال ما بين الجي اس ام. احنا MSC تعتبر الكور قلب النظام او هو الاوفيس، هنقول الاوفيس النظام. فاذا هي من خلال MSC راح اسوي تنسيق الاتصال ما بين المشتركين. It is the telephone switching office for mobile station originated or terminated the traffic and to provide the appropriate bearer service, tele service and supplementary service. اذا تعتبر هي الاوفيس للموبايل ستيشن، من خلالها اما راح الموبايل يتصل على شخص اخر يسموه originated، او من خلالها terminated او الموبايل راح يستلم اتصال او يتوجه الاتصال لمشترك اخر. اذا من خلال الموبايل اما راح يرسل يتصل او يستلم اتصال، ومن خلالها راح تزود خدمات اخرى PR service, tele service and supplementary service راح نشرحها بالتفصيل بالمحاضرات القادمه. It's control number of base station sites. قلنا ال MSC ال BSS السيطر على أكثر من BTS، وال MSC السيطر على أكثر من BSS base station subsystems within a specific geographical coverage area and gives the radio subsystem access to subscriber and equipment database. إذا من خلال BSC إحنا الموبايل حتى يتصل يحتاج على انه انفورميشن او معلومات، هاي المعلومات اقدر احصلها من خلال الام اس سي الموبايل سويتشنج سنتر. It control call to and from other telephone and data system، ومن خلالها راح تسوي هي الكنترول فانكشناليتي
اللي من خلالها حتسوي control الاتصال from other telephone and data system to also perform such function as a network interfacing, common channel signaling and interfacing to other network. كذلك when MST provide interface between PSTN and PSS in the GSM network it's called gateway MST. إذا شو تعتبر هي بوابة الMST. إذا سوت أو كان هناك رابط أو حلقة وصل ما بين PSTN اللي هي شبكة الوايرلس سيستم وما بين PLMN اللي هي شبكة GSM ممكن تمثل كجاتوي أو البوابة. إذا MST هي تسيطر على الاتصال ما بين أو تسوي كواردونة تنسيق اتصال ما بين المشتركين. من خلالها راح المشترك يستلم اتصال وكذلك يسوي أوت جوين كول أو يرسل اتصال. وكذلك ممكن تمثل كجاتوي ما بين شبكات أخرى وشبكة الجي اس ام. شنو التاسك اوف ام اس سي؟ delivering call to subscriber يعني من خلال المشترك حيستلم اتصال as they arrive based on information from VLR. يعني لان احنا ال VLR مثل ما قلنا هو عمله تعمل مع ال MSC. فالمشترك راح يستلم اتصال طبق اعتمادا على معلومات موجودة بال VLR. شنو هاي المعلومات؟ هاي المعلومات هي قد تكون TMSI تمبرول موبايل TMSI تمبرول موبايل ايدنتيتي وقد تكون لوكيشن اريا ايدنتيتي. فاعتمادا على هاي المعلومات اللي هي اصلا موجودة بال SIM فمن خلالها المشترك راح يستلم اتصال. connecting outgoing call to other mobile أو من خلالها راح يتم سوي routing للcall للother mobile أو شبكات أخرى مثل PSTN. وكذلك تسليم أو إرسال رسائل اللي راح تكون توجه إلى SMST اللي هو Short Message Service Center. من خلالها ما أنه MST سيطر على أكثر من PSC فهسوي arranging للهاند اوفر ما بين بي اس تي مختلفه. سبورت سبليمنتري سيرفيس such as conference call or call hold generating billing information. يعني من خلال ام اس تي راح البولينج اللي هي الفواتير فمن خلال ام اس تي راح اسوي راح المشترك راح او خلينا نقول الاشتراك او تكاليف الاشتراك من راح يولدها او من راح يسوي جنريتنج اللي هي الام اس تي. وكذلك هي مينتينينج ذا انترفيس بتوين جي اس ام اند بي اس تي ان اذا كان طبعا جي اس ام اس تي جاتوي اذا صارت جاتوي. الفي ال ار اللي هي الفيزيتور لوكيشن ريجستر وقلنا هو يعمل مع الام اس تي. كل ام اس تي بيها في ال ار كل ام اس تي هي بيها في ال ار. Visited Location Register VLR is a local subscriber database holding details on those subscribers who enter the area of the network that it covers. احنا قلنا ليش Local Subscriber Database؟ لان المشترك من يدخل MSC راح تخزن معلومات خاصة بالمشترك وين؟ بال VLR. فلهذا السبب يسموه Local. من ينتقل لام اس تي اخرى راح الفي ال ار تسوي تمحي او تمسح تسوي ديليت لمعلومات المشترك. لذا هذا يسموه لوكال او تمبروري. holding detail on those subscriber who enter the area of the network that it cover. يعني في حال وجوده ضمن الاريا اللي تغطيها الام اس تي راح المعلومات المشترك موجودة بـ VLR. في حال خروجه من الـ MST وانتقال إلى MST أخرى راح المعلومات المشترك راح تمسح من الـ VLR. إذن لهذا يسموه Visitor. Details are held in the VLR until the subscriber move into area served by another MST VLR. إذن هاي معلومات المشترك راح تبقى بالـ VLR حتى المشترك راح يتحرك لأذر أو لـ MST VLR أخرى. Data includes most of the information stored at HLR. المعلومات الموجودة بالـ VLR هي تتضمن أغلب المعلومات الموجودة بالـ HLR as well as
more precise location and status information. يعني المعلومات الموجودة بال VLR إن هي معلومات وقتية حال وجود المشترك بالشبكة وتلمحي عندما المشترك يغادر الشبكة. هاي المعلومات هي نفس المعلومات الموجودة بال HLR هي ال Home Location Register، إضافة إلى معلومات أخرى تتعلق بال Precise Location الموقع الدقيق للمشترك وكذلك حالة المشترك. إذن شنو المعلومات الإضافية الموجودة بال VLR؟ هي الموبايل ستيتس يعني حالة مشترك، هل الموبايل مش بيزي، فري، نو نو انسر. اللوكيشن اريا ايدنتيتي، وقلنا هاي المعلومة هي معلومة ايضا وقتية تعتمد على وجود لان كل لوكيشن اريا كل اريا لها ايدنتيتي خاص بها. من مشترك ينتقل لمنطقة ثانية المفروض يغير الايدنتيتي، وين يغيرها؟ يغيرها بالفيبل في ال ار إضافة إلى الـ HLR وكذلك بالـ SIM، لأن الـ Location Area Identity هي من ضمن الـ Information اللي حكينا عنها وقلنا موجودة بالـ SIM. Temporary Mobile Identity TMSI وكذلك هاي المعلومة أيضا موجودة بالـ HLR وموجودة بالـ SIM. Mobile Station Romanian Number، إذن هاي معلومات إضافية الموجودة بـ SIM اللي من خلالها راح احدد الـ Precise Location و Status Information of Subscriber. The VLR provides System Element Local to the Subscriber with basic information on that subscriber, thus removing the need to access the HLR every time subscriber information is required. ليش نخلي الـ VLR موجودة بالـ MST أو تعمل مع الـ MST؟ إن المعلومات الموجودة بالـ HLR هي permanent، راح نشرح عن الـ HLR بعدين. هي permanent، معلومات دائمية وأساسية ومهمة بالنسبة للمشترك. إذا إحنا كل مرة احتاجنا معلومات راح نروح للـ HLR، فراح نعرض المعلومات الموجودة بالـ HLR ممكن للخطر وللهاكرز، ممكن أحد يخترقها. فاحنا في حاله انتقال المشترك ل MST VLR نحاول نطلب المعلومات لمره واحده من ال HLR ونخزنها وين بال VLR، فحتى من يحتاج المشترك معلومات ثانيه ما يحتاج يرجع لل HLR وانما وين راح يروح لل VLR حتى نسوي فود بروتكشن لمعلومات المشترك الموجوده بال HLR. لهذا السبب الـ MST لازم وياه دائما في الـ R تشترك بيها الـ Visitor Location Register. الـ HLR الـ Home Location Register، الـ HLR contain the master database، إذن هي المعلومات الأساسية أو الـ master database of all subscribers on the BLMN. كل معلومات المشتركين الموجودة بال BLMN، كل معلومات المشتركين وين موجودة؟ بال HLR. بينما ال VLR اللي قلنا هي تحتوي على معلومات المشتركين الموجودة ضمن ال Area اللي تغطيها ال MST. قلنا ال BLMN بتكون من أكثر من MST VLR. الـ VLR هي لها علاقة بالمشتركين الموجودين ضمن منطقة الـ MST الوحدة، لكن الـ HLR تحتوي على كل أو كل المعلومات أو معلومات لكل المشتركين الموجودين ضمن الـ BLMN، ومثل ما قلنا الـ BLMN فيها أكثر من MST VLR. This data is remotely accessed by the MST and VLR in the network. إذا شو نوصل للداتا موجودة بال HLR خلال remote connection بين MST وال HLR. The data can also be accessed by an MST or VLR in different BLMN to allow inter-system and inter-country roaming. يعني ممكن هاي الداتا ندخلها من خلال MST VLR الموجودة ومن نفس الـ BLMN أو من خلال different BLMN في different country إذا المشترك انتقل لأقطار أو مدن مختلفة. There are logically one VLR HLR in the network. الشبكة قلنا ممكن تحتوي على أكثر من VLR.
لكن 1 في HLR لكن ممكن تتضمن من أكثر من several separate computer يعني ال HLR ممكن تتوزع إلى separate computer. Subscriber data may be accessed by IMSI or MSID MSISDN. شلون أني أسوي access لل HLR أما بواسطة ال IMSI أو رقم المشترك لكن غير معلومات ما أقدر بيها أسوي access لل HLR. The parameters stored in HLR هي subscriber ID اللي هي IMSI and MSISDN mobile station ISDN current subscriber VLR المشترك الحالي الموجود بين VLR والauthentication key and authentication functionality احنا عندنا هنا current subscriber VLR لان المشترك لازم يسوي ابديت للموقع مالته فوين موجود يا ام اس سي او يا في ال ار لازم وين يسوي تحديث ايضا يسوي تحديث بال اتش ال ار من غير موقع لازم نرجع ايضا وين يسوي تحديث انه المشترك صار او غير موقع لي في ال ار او ام اس سي اخرى authentication key and authentication functionality اذا الاوثنتيكيشن كي اللي هو الكي اي وين موجود كنا لازم نسخة منه موجودة بال SIM ونسخة موجودة وين ثاني بال HLR و TMSI و MSRN اللي هي الايدنتيتي المؤقتة اللي ايضا موجودة بال VLR وايضا موجودة وين بال SIM كذلك موجود نسخة وين موجودة من عندها بال HLR لان HLR هي ماستر داتابيز لكل المشتركين وكذلك هي تتضمن قلنا هي موجودة واحدة بالشبكة وبها عدد من البارامتر اللي هي IMSI TMSI والكونت سبسكرايبر في ال ار والاوثنتيكيشن كي وهذا مهم طبعا هو اوثنتيكيشن فانكشناليتي الاوثنتيكيشن سنتر او ال OUC is a function in GSM network used for the authentication a mobile subscriber that want to be connected to the network. And a mobile subscriber حتى يتصل للشبكة لازم يسوي authentication. يعني قبل ما يتصل الموبايل للشبكة لازم يسوي authentication للموبايل حتى نضمن secured connection حتى ما يصير اختراق للمعلومات للمشتركين. Once the subscriber is authenticated, the OUC responsible. شلون نسوي أنا أعرف الموبايل subscriber إنه هو نفس الموبايل أو subscriber الموجود بالشبكة من خلال الـ IMSI. فالـ IMSI قلنا هي نفس معلومة موجودة وين؟ موجودة بالـ SIM وكذلك موجودة معلومة وين؟ بالـ HLR. The OUC is responsible for the generation of the parameter used for the privacy and ciphering of radio link. The OUC راح تسوي authentication مشترك وكذلك حتولد parameter تستخدم لل privacy والciphering of radio link يعني تسوي سرية للاتصال وكذلك تسوي ciphering للراديو لينك. Each subscriber is assigned an authentication key which is stored in the SIM and the OUC. إذا الـ authentication key وين موجود؟ موجود بالـ SIM وكذلك موجود بالـ OUC بالـ authentication center. Trick to compare the key stored in the mobile with the one stored in the network without actually having to transmit it over the radio or interface. يعني قلنا الكي هو موجود وين؟ بال SIM وكذلك نسخة منه موجودة وين بال HLR OUC فأنا شلون أسوي authentication لازم الكي الموجود بالموبايل ستيشن هو نفسه اللي موجود بال authentication center عندما الموبايل أو subscriber يحاول يتصل بس أنا إذا أرسلت الكي
بالار انترفيس ممكن يصير له هاكر او ممكن احد يتعرف عليه. الترك او الخطة اللي نسويها احنا نحاول نسوي هاي عملية الاوثنتيكيشن من دون ان نرسل الكي بالار انترفيس. شلون نسوي التريك او شلون نسوي هاي الخدعة؟ هي انه من خلال الكي ومن خلال الكوراسيم موجودة بالاس اي ام والاو يو سي اني احول اولد باراميتر، وهاي الباراميتر هي اللي راح ارسلها خلال الشبكة او ضمن الشبكة حتى شنو اسوي حماية للكي. فالاوثنتيكيشن سنتر generate information that can be used for all the security purpose during one transaction. إذا حوالت information من خلال تستخدم for security purpose لأغراض أمنية حتى أقدر أسوي بها وأنقلها خلال الشبكة. This information can be generated with the A3 and A8 algorithm which is located in both SIM module and in the authentication center. إذا أنا مثل ما قلنا نترك إنه أنا أود أسوي authentication، أنا لازم أسوي مقارنة بين الكي الموجود بالauthentication center والSIM. لكن أنا جيت أرسلت الكي clear بالوايرلس أو خلال الشبكة ممكن يجي أحد يتعرف عليه، فممكن بعد ما أقدر أسوي اتصال ويا الشبكة. لان انا اريد اسوي authentication من دون ما ارسل الكي. شون انه انا اول باراميتر وهاي هي الباراميتر اللي اسوي بيها transaction خلال الشبكة. شون اولد الباراميتر؟ من خلال الكي ومن خلال الالغوريثم. هاي الالغوريثم ايضا موجودة بالSIM وبالauthentication center. And for this information is called authentication triplet. Authentication triplet consists of three numbers in here: RUN, SRES or SRES, and KC in here, self-signed key. And then, A3 authentication. A3 input. عندنا algorithm A3 اللي موجودة وين؟ موجودة بال SIM، موجودة بالauthentication center. فالـ A3 الأتم الألغوريثم راح الانبوت إلها هي شنو؟ الراند اللي هي راندوم نمبر بتكون من 28 بيت أولدها من خلال راندوم نمبر جنريتر، والكي اللي هو أصلا موجود بالأوثنتيكيشن سنتر اللي هو برايفت كي أيضا من 28 بيت أو 128 بيت. الاوتبوت مالته هو الستريس او الاس ار اي اس اللي هو 32 بت سايند ريسبونس. اذا انا من خلال اي 3 ومن خلال الراندوم نمبر والكي انا ولدت الاس ار اي اس. وكذلك استخدم الالغوريثم اي 8 اللي هي ايضا موجوده بالاس اي ام وموجوده بالاو يو سي. فمن خلال random number والكي أنا إيش راح أستنتج من أي algorithm؟ راح أستنتج 64 bit KC cipher key. الoutput لي أي algorithm هو الكي KC أو cipher key. then شلون authentication process شلون راح أصير عندي؟ عندنا الـ HLROUC والـ MSC والـ BSS والـ SIM. إذن هاي هي أجزاء الشبكة. Stores KI for subscriber. طبعاً أنا الـ key هو المخزن، قلنا مخزن بالـ Authentication HLROUC ومخزن بالـ SIM. وكذلك نولد جنريتر راندوم نمبر اللي هو راند، وباستخدام الـ A3 algorithm اللي شفناها هنا ايش راح اولد؟ راح اولد SRES او SRES. اذا انا من خلال الكي ومن خلال الراندوم نمبر والـ A3 algorithm راح يتولد SRES from random and KI، وباستخدام الـ A8 algorithm والكي وكذلك random number حولت cipher key. زين
راح ندز الكيسي إضافة إلى random number و ال SRES وندسه لل MSC نخزنها بال MSC ونسوي forward لنفس ال random number اللي ولدناه بال HLR نسوي له forward one بال SIM. فإذا كان نفس الكي ونفس والA3 algorithm استخدمته مع نفس ال random number الموجود اللي ولدته بال OUC راح يتولد لي، يفترض يتولد لي ال SRES اللي هو يفترض نفسه اللي يتولد بال authentication center. ليش؟ لأن أنا استخدمت نفس ال random الموجود أو اللي ولدته بال OUC، فيفترض ال SRES هو مشابه اللي تولد من بال HLR OUC. فرغم ان احنا ندزه نرسله ال MSD ونجي نسوينا مقارنة بنات بال SRES او Verify SRES sent by mobile station ويا ال SRES او ال SRES اللي رسمي ال Authentication Center. فاذا كان نفسه اذا انا حسوي Authentication. إذا من هذا نستنتج أني شنو؟ هنا أني الكي استخدمته بتوليد SRES بس ما أرسلته عبر الشبكة، وكذلك هنا أني اللي أرسلته هو SRES. إذا أني بهاي الحالة سويت بروتكشن للكي. وكذلك من خلال A3 ولدنا الكيسي اللي هو فيما بعد راح يسوي شنو؟ سايفرينج للجزء الوايرلس او للاتصال ما بين الموبايل ستيشن والبي اس اس. الكي سي مي بي يوز تو انكريبت سبسيكوينت ترانسميشن. نرجع هنا ونشوف شنو جي اس ام اوثنتيكيشن بعد ما وضحناها على الرسم. نرجع هنا نقرا ونشوف شنو راح يصير. الموبايل ستيشن will send either an IMSI or TMSI to PSS. إذا أنا على مود نسوي authentication، فالموبايل مبدئيا يرسل أما الـ IMSI أو الـ TMSI. بعض الشبكات ترسل الـ IMSI وبعض الشبكات ترسل الـ TMSI. استخدام الـ TMSI يكون more secure حتى ما نسوي اختراق أو ماكو ما نسوي more secure أو security للشبكة تكون أعلى. باعتبار انه انا ارسلت الـ IMSI الـ BSS forward الـ MSC الـ BSS forward الـ IMSI وين راح يدزه؟ يدزه الـ MSC VLR والـ MSC VLR forward الـ IMSI to the HLR. اذا الـ IMSI الموبايل ستيشن وين يرسله؟ للـ BSS. والـ BSS وين يرسله؟ للـ MSC VLR. والـ MSC VLR وين يسوي ارسال؟ للـ HLR. And request verification of IMSI as well as authentication interpret. ومن بعدها ال HLR وانت تسوي له forward لل IMSI authentication center. ليش دين أنا أسوي ال HLR يسوي forward لل IMSI لل OUC حتى أسوي extract لل KI. إذا من خلال IMSI إذا نعرفتها تستخدم الـ OUC using الـ IMSI extract the subscriber's authentication key KI. إذا من خلال إذا عرفت الـ IMSI راح أستخرج الكي. الـ OUC then generate random number. إذا إحنا مثل إذا نرجع للرسم، إذا أنا الموبايل حتى نسوي الـ authentication أكيد ما راح نبدي من الـ OUC، لازم أنا أعرف الـ IMSI حتى استخرج الكي حتى اقدر اسوي authentication وولد التريبلت او الاوثنتيكيشن تريبلت. اذا لازم اعرف الـ IMSI حتى استخرج الكي حتى شنو؟ نولد الاوثنتيكيشن تريبلت اللي من خلاله راح اسوي سايفرينج او سيكيورتي للاتصال. كذلك اقدر اسوي authentication للموبايل ستيشن. إذن OUC then شو راح تولد؟ راح تولد random number generator round applies the KI and run to both the authentication algorithm A3 and ciphering key generation algorithm A8. إذن أنا استخرجت الكي
will let a random number generator generate a random number rand. ونسوي applies للكي وران لي both algorithm A3 and A8. فمن خلال A3 algorithm قلنا شنو راح نسوي produce distress اللي هو signed response، ومن خلال A8 راح يتولدنا الكيسي. The OUC then send them along with IMSI back to the HLR. من بعد ما ولدت التريبلت راح ارسل الاي ام اس اي والتريبلت 1 ارسل الاتش ال ار. اذا شنو احنا ما ارسلنا الكي وانما ارسلنا التريبلت، اذا الكي بقى مكانه، لكن من خلال الكي شو ولدنا؟ ولدنا التريبلت، وهاي التريبلت ارسلها ويا الاي ام اس اي وين ارسلها للاتش ال ار. اذا بهاي الحاله الاتش ال ار فاليديت الاي ام اس اي با اشورينج ات از الاود اون ذا نتورك اند از الاود سبسكرايبر سيرفيس. بهاي المرحله تاكد الاتش ال ار انه الاي ام اس اي هي او المشترك هو صحيح، يعني المشترك سوى فاليديت للمشترك زين وallowed and is allowed subscriber service، ومسموح انه يستقبل خدمات الشبكة. بعدها لحد هنا أنا ما كلمت الاوثنتيكيشن مثل ما قلنا لازم وين ندز التروبلات ويا الـ MSI ندزها الـ MSCVLR، بس بدون الكي مثل ما قلنا. الـ MSCVLR راح اسوي تخزين للـ SRES ويا الـ KC، واسوي forward لراند اللي هو احنا قلنا لازم نفس الران نستخدمه جزء الموبايل ستيشن حتى نولد شنو الساينس الساين ريسبوند الاس ار اي اس. ف حنسوي فورورد للران من بي اس اس اوردر بي اس اس تو اوثنتيكيشن ذا موبايل ستيشن. الموبايل ستيشن يوز ران تو كالكوليت اس ار اي اس اند سند ذا اس ار اس باك تو بيس ستيشن ليش حتى نسوي تكمل عملية الاوثنتيكيشن ونسوي verification SRES. ال PSS forward ال SRES up to the MSCVLR ال MBSVLR MSCVLR compares the SRES generated by the OUC with SRES generated by the mobile station. If it's matched the authentication is completed successfully. بشكل عام أني لازم أعرف الـ IMSI حتى من خلاله أستخرج الكي وأولد الـ Authentication Triplet، ومن بعد الـ Authentication Triplet ويا الـ IMSI أرجع الـ HLR. بهاي المرحلة اتأكدت أنه المسبسكرايبر هو مرخص يستخدم السيرفيس بالنسبة للشبكة، لكن الـ Authentication ما اكتملت، لازم ارجع التربلت وين نرسلها او نسوي لها روت للـ MSCVLR. MSCVLR راح تخزن الـ SRES والـ KC وترسل random number للموبايل ستيشن حتى يولد SRES، والـ SRES نسوي لها forward المن للـ MSCVLR، ونسوي compare ما بين MSCVLR الـ SRES المتولدة من الموبايل ستيشن والـ SRES المتولدة من الـ Authentication Center. إذا كان ماتش أكو بيناتهم إذا أنا عملية الـ Authentication اكتملت بهاي المرحلة. شنو الـ Gateway Mobile Station؟ الـ Gateway إحنا قلنا الـ Gateway Mobile Station هي راح تسوي حلقة الوصل ما بين الشبكات الأخرى وما بين الـ PLMN. فالـ Gateway Mobile Switching Center is a device which routes traffic entering a mobile network to correct destination. إذا هي device راح يسوي route للترافيك من خارج الشبكة إلى داخلها وبالعكس. GMSC access the network via HLR to find location of the required mobile subscriber. إذا الاتصال القادم من خارج الشبكة عن طريق GMSC ما يعرف موقع المشترك الموجود اللي يريد يسوي له فورورد للاتصال، لازم يروح للـ HLR يعرف شنو موقع الشبكة المشترك، ومن بعدها نسوي روت للاتصال المشترك.
particular MSC can be assigned to act as a GMSC. Operator may be decided to assign more than one GMSC. Then GMSC here root call out of the network and is the point of access for the calls entering the network from the outside. إذن هي root call من خارج الشبكة إلى داخلها وكذلك هي point of access for the call ومن داخل الشبكة إلى خارجها. إذن هي هذا عمل gateway mobile MSC مثل ما قلنا ممكن نخصص واحدة من MSC للشبكة تكون gateway MSC. الحد هنا اكتملت محاضرتنا تقريبا أجزاء الشبكة كلها تكلمنا عنها. بالمحاضرات القادمة راح نحكي عن الأوبريشن والأكتيفيتي وشون راح يصير الاتصال وشون نسوي لوكيشن أبديتين للشبكة. شكرا جزيلا.